اخويا كي تقول لك جايه من فوق من عند من جايه ما عرفناش من عند من جايه. يقول لك اخويا كيف هو يدعي عليها 4000 قنطار في الشهر ويخرجوها منا ب 5000 ب 150 يبيعوها هنا ب 400. احنا طامعين نهضروا للسلطات المحليه على الويسي هذا على ما يتحاسبش قبل والزرع راه في الليل يخرج الشعير في الليل يخرج لا ما على بالوش هو ياك. وحنا على بالنا به وراه يروح وراه يعمل ونباغ هذه تيار 6000 احنا ما كاينش مواله. المواله راهم في حاله خطيره راهم الجفاف العلف ما كانش الباقه نتاعنا نتاع اللويسي منا راهم يدوها لتيارت الولايه تيارت ولايه الاقواط كانت لهم الجفاف الما يشرو فيه الميزيريه القبار اللويسي عندها عام ما فتحتش. فهمنا الاخوه الموالين كنا نتحدثوا معاهم باللي تنظيم التعاونيات احنا ما عندنا اي صالح فيه يعني قائمه التعاونيات اللي راهي تجينا راهي تمول باستمرار فهذا عليهم الاخوه الموالين يعاودوا يتجهوا لغرفه الفلاحه ويحطوا روحهم انشغالاتهم ويعاودوا يهيكلوا تعاونياتهم اذا كان عندهم الرغبه في ذلك.